السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله رح نبلش باللاب الثاني لمادة الهيستولوجي بعنوان إبيثيليال تيشو. طبعا أكيد لازم تكونوا دارسين اللاب الأول، تمام؟ هلا قبل ما نبلش بالموضوع لازم تعرفوا إنه في عنا أشكال من الخلايا، تمام؟ مثلا في سكواماس سيل، في كوبويدال سيل، في كولومنال سيل، كل واحدة لها خصائصها بتكون موجودة مكان معين، تمام؟ فمثلا سكواماس سيل هي فلات نيوكلياي، بتكون النواة مسطحة، تمام؟ الكوبويدال سيل لا، بتكون سفيريكال والسيتوبلازم بيكون موزع بالتساوي. الكولومنال سيل بيكون سفيريكال أور أوفال نيوكلياي، وبتكون السيتوبلازم بتاعها موزع بشكل طول أكثر من إنه يكون عرضي. هلا بنشوفه بالصور. تمام. الاندوثيليوم، اول شيء شنو الاندوثيليوم؟ هي سمبل سكوامس ابيثيليوم، تمام؟ شنو سمبل؟ يعني طبقه واحده من الخلايا. شنو سكوامس؟ يعني فلات، تمام؟ هي اخذنا انه هو فلات، تمام. وابيثيليوم هو موجود بالبلد فيزل وباللمفاتيك فيزل، تمام؟ وهذا السكشن من البلد فيزل، تمام. هلا الميزوثيليوم هي عباره عن سمبل سكوامس ابيثيليوم. شنو سمبل؟ حكينا طبقه واحد. شنو سكوامس؟ يعني شكلها زي الفلات. وابيثيليوم فورم سيلس ممبرين لايننج انترنال بودي كافيتيز. هلا هي بتشكل السيلس ممبرين. شو السيلس ممبرين؟ هو عباره عن يعني تو لاير وبينهم سائل، السيلس ممبرين. وين بيكون موجود؟ بيكون حوالين البلورا اللي هي حوالين الرئتين، بريكارديوم حوالين القلب، بريتونيوم حوالين البطن. وهذا الشكل من الميزنتري اللي هي جزء من البريتونيوم، لازم تحفظوه، تمام؟ وعلى الغالب لما بدنا نيجي ندور على ابيثيليوم بنروح على اي منطقه فيها تجويف، يعني هون في تجويف، تمام؟ فهي راح تكون هون ابيثيليوم، والميزوثيليوم بالتحديد هيو سكوامس، تمام؟ سمبل سكوامس ابيثيليوم. طيب هلا السمبل سكوامس ابيثيليوم برضه، تمام، موجودة وين؟ بالبومانس كابسول، بالكدني، بس وين بالتحديد؟ بالبومانس كابسول، تمام. سمبل سكوامس ابيثيليوم، طيب. وهذا شكلها برضو لازم تحفظه. هلا سمبل كيوبويدال ابيثيليوم موجودة بالكدني تيوبيولز، تمام. يعني سمبل سكوامس بالبومانس كابسول وسمبل كيوبويدال بالكدني تيوبيولز. لو جينا نطلع هيك، تمام، بدنا نيجي نقسم هاد. هون النواة سفيريكال والسيتوبلازم موزع بالتساوي، في ايش راح تكون؟ الكيوبويدال، وهي طبقه واحده. فسمبل سمبل كيوبويدال ابيثيليوم وموجوده بالكيدني تيوبيولز، تمام، لازم تحفظوا شكلها. طبعا مصبوغه هاي لو ما ذكر اسم الصبغه على الغالب بتكون اتش اند اي ستان. طبعا لازم تعرفوا مصطلحين. هلا مثلا بهاي الرسمه هون، هون البيزل بيكون جهه الكونكتيف تيشو، وهون الابيكال، تمام. يعني هون مثلا هاي هون البيزل وهون الابيكال، تمام. وهذا شكل الكيدني تيوبولز بالكيدني، طيب. وهذا كونكتيف تيشو. طيب هلا هون هذا الشكل بايش بذكركم؟ بالباست رياكشن اللي بتعطي لون ماجنتا، اللي هي حكينا بتسبق البازمنت ممبرين وبتسبق الجلايكوكاليكس واي اشي فيه كربوهيدرات. فكده تيبيولز باي باس ستين برضو. نوت، يعني هون بحكي لك حدد الجلايكوكاليكس والبازمنت ممبرين. هيو حكينا اي اشي ماجنتا، هيو هاد البازمنت ممبرين وهيو الجلايكوكاليكس. هلا هون هي البازمنت حكينا، وهي الابيكال، والابيكال فياته شو؟ جلايكوكاليكس، تمام. جهة الابيكال فيه جلايكوكاليكس، تمام. والبازمنت ممبرين جهة البازل اكيد، طيب، تمام. هلا هون هذا الشكل مقطع من الجول بلادر. لازم تعرف انه شكل الخلايا فيه سمبل كولومنال ابيثيليوم. شو هي سمبل؟ يعني طبقه واحده. شو هي كولومنال؟ يعني الخلايا بيكون شكلها سفيريكال اور اوفال، بس السيتوبلازم ما بيكون موزع بالتساوي، بيكون طول اكثر من انه يكون عرضي. هيو هون شوفوا كيف، تمام. ومعها مايكروفيلاي. هلا مايكروفيلاي هي عباره عن برش بوردر موجوده على الابيكال سيرفيس اوف ابيثيليوم مايكروفيلاي، تمام. وشكلها مش فينجر لايك بروجكشن، هي شكلها هيك يعني زي عرضي، تمام، برش بوردر، تمام. وهذه لامينا بروبريا، مش مهم، بس انه هي كونكتيف تيشو. وحكينا بدنا ندور على اي اشي على ابيثيليوم، بدور على اي منطقة فيها تجويف، تمام. يعني هون في تجويف، اذا هون رح يكون على اغلب ابيثيليوم. طيب هلا هون نفس الاشي سمبل كولومنال ابيثيليوم. طب كيف نميز بين هون سيليا؟ يعني لو اجى السؤال سمبل كولومنال ابيثيليوم مع مايكروفيلاي جول بلادر، سمبل
كله من الابيثيليوم والثيليا فالوبيان تيوب عطول. طبعا هاي فالوبيان تيوب هي موجودة باليوتيرس بالرحم تمام. فهاي هون فراغ تجويف، هون تجويف، هون تجويف، على الأغلب بيكون ابيثيليوم تمام. هون هاي الثيليا طويلة ورفيعة بين مجد الميكروفيلاي، وهون حكينا كله من المش كيوبويدل. طبعا هون الثيليا هذا الاشي الاصفر هون تمام، هاي مسميها البيزل بادي. شو هو هذا البيزل بادي؟ بشكل روتلت للسيليا تمام، هي السيليا طالعة منه تمام. يعني بتكون من مايكروتوبيولز، ما اخدتوها اتوقع لسه بالنظري، بس انه هي 9+0+ مش موتايل، وبشكل روتلت للسيليا. هلأ هذا المقطع من سمول انتستان، برضو شكل خلايا فيها سمبل كولومنر ابيثيليوم. شو يعني سمبل؟ يعني طبقة واحدة. شو يعني كولومنر؟ حكينا انه شكلها بيكون سفريكال، بس بيكون السيتوبلازم مش موزع بالتساوي، ومعها مايكروفيلاي وجوبلت تمام. هلا المايكروفيلاي حكينا كيف بلاش بوردر موجود على الابيكال سيرفيس، جوبلت اللي هي بتفرز خلايا، بتفرز ميوكاس مشان تسهل ابزوربشن. فهيو البلاش بوردر وهاي الجوبلت سل، على الاغلب بتكون موجوده بالانتستين تمام. ف وهذا الكونكتيف تيشو اللي هي اللامينا بريبريا تمام، هذا سكشن من سمول انتستين. هلا هاي الصوره من النت بس مشان اوضح لكم انه اللومن اوف سمول انتستين. هلا في بالسمول انتستين في خاصيتين بتيدو السيرفيس اريا، الفيلاي والمايكروفيلاي تمام. هلا هاي المايكروفيلاي حكينا موجوده على الابيكال سيرفيس، كل ما زاد الفولدنج بيزيد عدد الخلايا بصير اكثر يعني، وبصير في بزيد السيرفيس اريا وبزيد الابزوربشن تمام. اوكي هلا هون بدنا نميز بين المايكروفيلاي والسيليا. اكيد مواقعهم بتختلف، حكينا المايكروفيلاي موجوده بالسمول انتستين او بالانتستين بشكل عام، وموجوده كمان وين بالجول بلادر. هلا السيليا لا، وين موجوده حكينا؟ بالفلوبيان تيوب باليوتيرس تمام. هلا الاشي اللي بنحكي، الاشي اللي بيرتكز على البرش بوردر هي المايكروفيلاي، بترتكز على التيرمينال ويب، يعني هي اكتين فيلمنت بتثبتها تمام. السيليا لا، على بيز البادي حكينا كيف تركيبته بتكون 9+0 بيكون مش موتايل، فهو اللي بيثبت يعني روتلت للسيليا. وحكينا هون سهل التمييز، هيا رفيعة وطويلة، وهذا بيز البادي اكيد تمام، وهو مش موتايل. السيليا لا، يعني هي 9+2 وموتايل تمام. بس هلا هون هذا الشكل مقطع او سكشن من الايزوفاجس. شو هو الايزوفاجس؟ اللي هو المريء تمام. شكل الخلايا فيه نون كيراتينايزد ستريتيفايد سكوامس ابيثيليوم. اوكي يعني هون بلش يصعبوا لكم شوي. شو يعني نون كيراتينايزد؟ يعني مش جافه. ستريتيفايد يعني مش سمبل، طبقي تمام. سكوامس حكينا كيف بيكون شكلها زي الفلات ابيثيليوم، وحكينا بدنا ندور على ابيثيليوم باتجاه فراغ تمام. هلا هون الخلايا هون سفيريكال، يعني هي جايه من تحت، هي ما بتكون لسه مش متميزه ان اكتف تمام. وهاد كونكتيف تيشو. هلا احنا بهمنا اللي على السطح، احنا بنطلع على السطح تمام. شو يعني هي بيكون شكلها سكوامس، شكلها زي البليت لايك سيل تمام. وبتكون عندكم اللي هي ستريتيفايد، يعني سيبكم من هالكلمه ستريتيفايد سكوامس ابيثيليوم. شو ستريتيفايد؟ احنا حكينا بهمنا اللي على السطح تمام، انه هي اللي بتكون اكتف. فستريتيفايد يعني طبقي اكثر من طبقه، السكوامس يعني زي بليت لايك وابيثيليوم تمام. طبعا ليش هي مش جافه؟ لازم يكون مويس، لازم يكون رطب تمام. اوكي هلا هون هاي الصوره يعني بتبين لكم انه في عندنا جانكشن او مش جانكشن، انتراسيلولار بريدج ديزموزوم بتوين ذا سيل، اللي هي جانكشن بتوين ذا سيل. طبعا لازم تكونوا دارسين النظري، حكيت مشان انه هاي الاشياء المعلومات موجوده بالنظري فتكونوا دارسينها، لانه هون الدكتوره مش حاطه غير هذا السطر، فتكونوا دارسينها وعارفين ايش هو ديزموزوم وهي الشغلات كلها، وتيجوا هون بس انه مرور سريع عنها تمام. بس هم ببين لكم انه في ديزموزوم بالابيدرمز اوف سكن بتوين ذا سيل، اتوقع انه هذا هو الاشي الابيض تمام. اوكي هلا هون سكشن من اكستريتوري داكت اوف سويت جلاند. سويت جلاند هي عباره عن الخلايا اللي بتفرز العرق. بكل شكل الخلايا فيها ستريتيفايد كيوبويدال ابيثيليوم. شو ستريتيفايد؟ يعني طبقه، طلعوا كيف اكثر من طبقه. كيوبويدال انه سفيريكال، والسيتوبلازم تاعها موزع بالتساوي صح، هيك كان وجينا اخذنا طلعوا كيف هي
حكينا كيف تعرفوا شكل الخلايا، اعملوا بس هيك انه قسموهم طلعوا موزع بالتساوي وسفريكل عطول الكوبويدل. تمام، وتذكروا انه هاي سويت جلاند. تمام تمام، هلا نيجي للنوع الثاني اللي هي الابيدرميس اوف سكن. تمام، احنا من زمان زمان عارفين انه طبقة الكيراتين بتكون موجودة بالسكن. تمام، فاكيد رح يكون كيراتينايزد ستراتيفايد سكومس ابيثيليوم. سيبكم من هاي شوي، كيراتينايز ستراتيفايد يعني طبقي، يعني مش سمبل، سكوامس فلات بيكون شكل هذا البليت لايك ابيثيليوم. تمام، هلا بحكي لكم هون حددوا الكيراتين. الكيراتين لاير هيا هون بتكون موجوده على السطح. تمام، طيب بتكون انترميديت فيلمنت بالسكن. تمام تمام، سطح الخليه ما في انويه بس في كيراتين، يعني هون ما في انويه بس في كيراتين. هذا الاشي بيميز انه كيف تميزوا السكن على طول بالرسمه، انه هيك بيكون شكلها. اللي على السطح بيكون ما في انويه، بيكون كيراتين. تمام، كيراتين لاير، فعشان بتميزوا انه هاد للسكشن من السكن اللي بيدرمز اوف سكن. تمام، يعني هي خلايا ميته ديد سيل. طيب لو جينا نطلع هون هيا بليت لايك سكوامس يعني. تمام، وهي سمبل هون لساتها مش متميزه لسه، بس تطلع على السطح بصير تتميز. تمام، وهاي تكون كونكتيف تيشو، فعطول هذا السكشن من وين؟ من الابيدرمز اوف سكن، وهاي الكيراتين لاير. تمام اوكي تمام، هلا هون هذا السكشن من الكونجكتيفا. شو الكونجكتيفا؟ اللي هي الملتحمه بالعين بالجفن. شكل الخلايا فيها ستراتيفايد كولومنر ابيثيليوم. شيني ستراتيفايد يعني اكثر من طبقه، وهون تو لاير. شيني كولومنر يعني اوفال شكلها، والسيتوبلازم تاعها مش موزع بالتساوي، وهاي اللي هي البيزل سيلير، البيزل سيلير، وهذا البيزل سيرفيس، وهذا كونكتيف تيشو. وشكل الخلايا فيها ستراتيفايد كولومنر ابيثيليوم. كيف تميزوا الشكل هاي تجربة الامتحان؟ انه لونين ما تحفظوها. تمام، طيب هلا هون التراكيا هي عباره عن القصبة الهوائيه. سيدو ستراتيفايد سيلياتد كولومنر ابيثيليوم. شو يعني سيدو ستراتيفايد؟ يعني طبقي كاذب، يعني مش طبقي، رح يكون سمبل. هلا كيف احنا نعرف سمبل او ستراتيفايد او سيدو ستراتيفايد؟ اعملوا هيك. تمام، هذا الخط لازم تطلع، اذا كان ستراتيفايد لازم تطلع كل الانويه في الخط في الطبقه، يعني إذا ما طلعت بيكون سيدو ستراتيفايد. يعني هون طلعوا ما طلعت كل الأنوية، في إشي أو إشي لا، فهون رح يكون سيدو ستراتيفايد. تمام، سيلياتد يعني في سيليا. كولومنر حكينا بيكون شكلها أوفل والسيتوبلازم تاعها مش موزعة بالتساوي. وفي جوبلت، الجوبلت هيها هي خلايا بتفرز ميوكس بتساعد ومش مصبوغة وشكلها زي الكاسة. هاي السيليا بتساعد الميوكس اللي بتفرزه الجوبلت سيل ليطلع من جهازك التنفسي. وهون البازمنت ميمبرين، وهاي الكابيلاريز، وهاي الكونكتيف تيشو. اوكي تمام، هلا هون اخذنا الفرق بين السيليا والمايكروفيلاي. هلا بدنا ناخذ السيليا والستيروسيليا. تمام، هلا هنا كان هون هاي الابيكال وهاي البازل. تمام، هلا السيليا موجودة هون على السطح. تمام، فهون لو جينا نطلع هون سيمبل ولا ستيفايد؟ سيمبل، مش كوبويدال، كولومنر اوفال شكلها. تمام، فسيمبل كولومنر. طيب هلا ستيروسيليا هي وين موجوده؟ بالسيدو ستيفايد كولومنر. طلعوا كيف هون مبين انه سيدو ستيفايد مش ستيفايد، يعني ما بيطلع كل الخلايا بطبقه واحده. طيب فكولومنر انه اوفال شكلها راح يكون موجود عليها ستيروسيليا. ستيروسيليا هي اطول وبرانشنج وبتشبه الميكروفيلاي بالوظيفة، يعني السيليا بتكون أقصر ومش برانشنج، وهون لا السيروسيليا هي بتكون أطول وبرانشنج. طلعوا كيف هيك زي برانشنج وبتشبه الميكروفيلاي بالوظيفة. وعطول وين موجودة هاي السيروسيليا؟ بسيتو ستراتيفايد كولومنر. تمام، هون لا السيليا موجودة وين؟ بالسيمبل كولومنر. طيب طيب تمام، هلا هون في عنا الترانزيشنال ابيثيليوم. شنو الترانزيشنال؟ يعني بيتغير. تمام، هلا هون الابيكال سيرفيس تاعها بيكون ابيك دامب شيب، يعني زي القبه. طيب وموجود باليوروثيليوم اللي هي باليورينري تراكت. في حال كان فيها يورين بيصير شكلها فلات، فمشان هيك اسمها ترانزيشنال ابيثيليوم. وهي ستراتيفايد اكثر من لاير، وهون كونكتيف تيشو وفي كابيلاريز. اوكي تمام، هلا هدول الصور هم بنتهي اللاب الاصلي. تمام، هدول الصور الدكتوره ضافتهم وشرحت عنهم، فانه احنا اخذناهم وقتها، فلا ادرسوهم يعني انه ممكن نجيب زيهم، بس اكيد اوضح.
هلا هون ايش النوع الابيثيليوم تيشو؟ دمب شيب على طول. هلا اخذتها، هلا هي ترانزيشنال ابيثيليوم وموجود بالينري بلادر. تمام، بهاي الصوره لو جينا نطلع، طبعا هون الفراغ الاصلي في ابيثيليوم، في عندنا جوبلت فيل جوبلت سيل، وفي عندنا سيليا. طيب والاميه متداخله على طول سيلو ستراتيفايد التراكية. تمام، طبعا هون النسيج انفصل، يعني بين مش هون الاشي الاصلي، هون الفراغ الاصلي، هون بين انه في انفصال صار. طيب الامية متداخلة، في جوبلت سيل، في سيليا على طول سيلو ستراتيفايد وموجود بالتراكية. طيب تمام، هلا هون بين السكن ابيديرمز اوف سكن، حكينا هاي كيراتينايزد هي دراي لاير هي ديد سيل. تمام، على طول مبين انه هي هاي ابيديرمز اوف سكن. وشوف the following section is taken from epidermis of skin وشكلها keratinized stratified squamous. تمام، طيب هلا هون مبين ان هي طبقة stratified squamous non keratinized، اللي هي حكينا موجودة بالمريء صح بالإيزوفاغس، هي فيها أنوية فمش keratinized. اوكي هلا هون هاي الأول إشي اللي هي واحد simple squamous، اثنين simple cuboidal، وثري endothelium. يعطيكم العافية.